اللي ما يحضر ولادتها ما يحصل دومها. رواية سمعناها من أهلنا بأيام قبل وفصولها اختصرت ردود الأفعال بعد تشكيل تحالف سياسي أهدافه هو تعديل مسار القوى السنية وإلغاء فكرة الإزاحة الجيلية وتثبيت فكرة المخضرمين لإنصاف المحافظات المحررة واستعادة حقوقها بإسناد إجراءات حكومة رئيس الوزراء محمد الشياع وتنفيذ الاتفاقات بعنوان صاحب صنعة ولا صاحب مشروع قلعة. مثلاً القوى السنية من دون تحالف عزم وتقدم المشروع العربي انطلقت بتحالف جديد يضم بأول خطواته 4 محافظات ومقدمتها الأنبار وبعدها نينوى وصلاح الدين والعاصمة بغداد. لكن التحالف المختوم باسم الحسم الوطني تقوده شخصيات عندها تجربة سابقة بالعمل السياسي وبينهم وخضرمين يعتبرون من الخط الأول اللي شارك بتأسيس العملية السياسية، أبرزهم الأمين العام للتحالف أسامة النجيفي ورئيس حزب الحل الدكتور جمال الكربولي والقيادي بالقوى السنية وزير المالية الأسبق رافع العيساوي ووزير الدفاع ثابت العباسي اللي حصل على منصب رئيس التحالف بموافقة الجميع ورئيس كتلة العراقية الحرة قتيبة الجبوري باعتباره ممثل عن محافظة صلاح الدين بالتحالف. صحيح الجهات المنافسة سخرت أدواتها الإعلامية وجيوشها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تقلل من أهمية التحالف ومشروعه وشككت بنزاهة قياداته وتوجهاتهم، بس وعلى طريقة هذا الميدان يا حميدان تحالف الحسم اختصر الردود بأسباب تشكيله والأهداف ندعم جهود مكافحة الفساد ونرفض فوضى السلاح، وختمها بطموحات عنوانها بناء دولة تستند على القانون وحكم يحقق العدالة بين المواطنين ويمنع سلب الحقوق الدستورية. لكن المتحدث باسم التحالف حكمة سليمان العيادة وبأول ظهور بعد تشكيل الحسم دافع عن قياداته وقال عنهم بمستوى مستجدات البلاد والمنطقة. الأسماء وطريقة بناء ناضجة لتحالف الحسم الوطني كفيلة بأن ترفع سقف الطموح لدى المواطن السني بشكل خاص والمواطن العراقي على المستوى الوطني بشكل عام، لأنها أسماء وقيادات تتناغم مع الجو الموجود الآن سواء على المستوى الدولي من انفراج بين القوى اللي كانت متنافسة ربما متخاصمة اللي تقود أقطاب العملية السياسية والأمنية في الشرق الأوسط والجزيرة العربية، وانفراج هذا انعكس على اليمن، انعكس على لبنان، انعكس حتى على عودة سوريا إلى الجامعة العربية. يعني اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. هنا أكو جهات سياسية حددت مهمة التحالف الجديد بالمشاركة بالانتخابات المحلية حتى يعيد رسم خارطة القوى السنية ويغير محور القيادة. والسبب بعض المحافظات المعروفة بالمحررة وخاصة الأنبار وصلاح الدين ملفات حكوماتها المحلية وفسادها يحتاج أدوات جديدة لتعقيمها، لكن بعض الأطراف عندها مواقف تقول الهدف الأساسي من تحالف الحسم هو إزاحة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحزب تقدمه من الخارطة بدعم وإسناد من قوى الإطار التنسيقي. بس قوى الإطار التنسيقي من سألناها عن موقفها من تحركات استبعاد بوريكان الرد وصلنا من دولة القانون وعلى لسان النائب عقيل الفتلاوي. ماكو رفض للسيد الحلبوسي عن دولة القانون، ولكن فيما إذا أجمع البيت السني أو غالبية البيت السني سيكون لنا كلام آخر. هاي عرفناها، لكن التجاوز على القرآن الكريم بالسويد شنو قصته؟ لأن العراقي المقيم بالسويد سلوان موميكا نفى التهديد للمرة الثانية بإحراق نسخة من القرآن والتجاوز بشكل علني وصريح على العلم العراقي وشخصية زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والنتيجة قرار حكومي من أبو مصطفى بطرد السفيرة السويدية وسحب القائم بالأعمال العراقي من ستوكهولم. لكن ردة فعل الشعبية استبقت الحكومة وأنجزت المهمة باقتحام أنصار التيار الصدري للسفارة السويدية بالعاصمة بغداد وحرقها بالهتافات والنار. بس القصة ما انتهت، والقوى السياسية أعلنت تأييدها للإجراءات الحكومية وبصمت بالعشرة على تنفيذها. أبرزها دعوة أطلقها أبو هاشم للجامعة العربية للاجتماع بأرض السواد لنصرة القرآن، وكملها الإطار التنسيقي بتحشيد لتظاهر احتجاجية يوم الجمعة قبل لا يلتحق حزب الحل وتحالف الأنبار الموحد والحسم الوطني وتحالف العزم باستنكار وإدانة للتجاوز على حرمة القرآن. يعني القوى السنية جزء حسمت أمرها بتصحيح المسار، والتحالفات الجديدة شادة حزامها للانتخابات المحلية حتى بعدها نرجع لأبو المثل ونسمع الما يحضر ولادتها ما يحصل تومها.